عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم. نقول لكم صحة رمضانكم، رمضانكم مبروك، كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية. كالعادة كوزينتنا هكا تكون في الموعد كل يوم طيلة هذا الشهر رمضان، رانا رايحين نرافقكم مع لي شيف، وأكيد كل يوم حلقة جديدة ودبارة جديدة. نروح مع بعض نشوفوا واش وجدوا لي شيف في حلقة اليوم. أهلا بك شيف. مساء الخير أصدقاء. لاباس؟ مساء الخير. كان طال اليوم معليش. حلك الباب شيف صفيان ولا حليت؟ لا حليت الباب وحدي. أيوا مرحبا بك، مرحبا بكم كامل اللي كنت تخزروا فينا إن شاء الله وتشاهدوا معنا. إن شاء الله نجوزوا اليوم سيونس خفيفة كما العادة إن شاء الله. كالعادة شيف أكيد كاع الأطباق نتاعك خفاف وبنان وسهلين. تمتم عفيد. ومعي أكيد التحلية لازم تكون، تعرفوا في شهر رمضان لازم حاجة حلوة، سهرة طويلة، الحلول يلم العائلة والأسرة والجيران والحباب كاع الناس. شاف سفيان مرحبا بك خويا. شاف رزيقه صحه رمضانك. يا حادي شاف رزيقه وي معاكم وليد شاف صايي وي غادي تولين عسلامة نون. مرحبا يسون وصحه رمضان نون. صحه رمضانك ولاد حشيني ايما. نشوفوا واش عندنا شاف نصر الدين اليوم. اليوم لونتخي تاعنا عندنا فيرين 3 فرماج. فيرين 3 فرماج. نعم. ذايقي هذا مكان. ذايقي. وعندنا لو بلا برينسيبال تاعنا عندنا كويرات اللحم مرمدين في الروز، حاجة خفيفة بريميرمون، ودوزيمون ما فيهاش كامل لي دام، وتروازيمون صحية. كويرات تاع الحم في الروز. دونك لونتخي تاعنا اللي قلنا قلنا لي فيغين او تخوا فروماج، دونك واش نسحقوا في هاد لي فيغين شيف؟ أنا عندي شوية تاع روز يكون طايب، يسمى مفور ولا مغلي؟ مفور. مفور خير. هنا عندي لا كريم فخيش وحدة، زوج ثلاثة، خاطر أنا عندي تروا فروماج، عندي روكفور، عندي فروماج روج، وعندي موتزاريلا. يتما كل واحد يروح مع كل كريم فريش تروح مع نوع من الفرماج. يعطيك الصحه. هنا عندي شويه تاع المواد ميسكاد، عندي شويه تاع الفرماج رابي. الفرماج نعاود لكم عندنا موتزاريلا، فرماج روج، والروكفور. نقدروا نستعملوا اي فرماج اللي عندنا في الدار، المهم 3 فرماج. لازم 3 فرماج. الا ما قدرناش البنه تاع الروكفور نديرو كومونبير. جيت باش نقول لك كاين الناس الروكفور يجيهم قوي خاصه في رمضان، يرومبلاسيوه بنوع اخر من الفرماج. يا رزيقه اذا كان عندك شويه الروكفور تخافيه ديرلهم غير فات تاع القارص. نعصروا عليه شويه القارص. يجي خفيف شويه. يخف. داكور. عندي كبار لي كابر، شويه تاع زيتون دي نوايوتي، وعندي شويه تاع لي كورنيشون. لي كورنيشون. عندنا طوماط سوريس لو ديكور، وعندنا شويه معدنوس رزيقه. هادو ما باش نزينو بهم. وطبق رئيسي. طبق رئيسي انا خيرتها هنايا افيك صوص طوماط. هنا عندي ثلاثة حبات تاع طوماطيش محكوكين، شويه تاع بصل، حشيش قصبر ومعدنوس، عندي شابلور، عندي حبه ثوم تاع البيض، ثوم، شويه نعناع يابس. هذه لاصوص اللي حتبعني، لاصوص صوص روج معناها. صوص روج خفيفه. خفيفه. هنا عندي 350 غرام تاع لافيون داشي، عندي لحم وفلفل كحل، كيف كيف كما عطيناكم ليزانغريديون، فيها الثوم، فيها البصل، فيها المعدنوس، وحتشوفوا نرمدوها بالروز. بالروز اللي كنا نفخناه 2 على الافونس. يعني معناها اليوم، معناها اليوم طبق بالروز. طبق بالروز. دينا الشناوه. لونتخي بالروز وطبق رئيسي بالروز. في زوج في الروز. اي داكور. ياها. ياها شيف. دونك الطبق نتاعنا خفيف كما شفتوا. نخليك كما شيف تحضر لي زانغريديون اللي تبدا بهم لونتخي نتاعنا. مادام نروح نشوف لي زانغريديون اليوم هكا شويه برك شيف، علاش واش عندنا اليوم؟ باسكو احنا من لاشين نعاودوا نولوا للصحراء تاعنا. شحال بعيد تخرجي من لاشين للصحراء. واليوم واش عندنا شيف؟ رايحين نديروا دي دات فوغي. هادي دات فوري سهلين. سهلين دونك لهذا لو ديسير هذا اللي نقدروا ناخذوه ثاني مع السحور، نستعملوا دونك دي دات يكونوا ماشيين، ما يكونوش يابسين وما يكونوش معسلين، يكونوا يعني في الوسط. في الوسط فوالا. يكونوا نقدروا نقطعوهم ونحكموا ارواحتهم. كما نعرفوا في رمضان ناكلوا بزاف التمر. اكزاكتومون. دونك سيت اون اوت فاسون، يعني طريقه اخرى باش ناكلوا التمر. وكاين بزاف ناس ثاني بداوا بهم قبل ما يفطروا، يبداوا بالتمر. السنه يعني. مع الحليب ولا مع البن. دونك واش نسحقوا شيف؟ دونك رايحين نستعملوا دونك دي دات. اللي نقاوها كميه على حسب الافراد العائله تاع التمر. دونك الدقله باغ اكزومبل، ونحوا لهم العظم تاعهم. العظم من الداخل. فالي دي نويوتي. عندنا باغ اكزومبل هنا خذينا 250 غرام تاع بودر داموند، رايحين نديروا اون بات داموند. رحيناهم. رحيناهم وجوزناهم في الغربال. دونك باش نحوا لهم لي لازم نحصلوا على اون بودر. كوم اون بودر معناها. فوالا. عندنا سكر غلاس
اللي هي نفس الكميه مع لي زاموند مع اللوز. ان بول تاع لي زاموند، ان بول تاع اسمه سكر غلاس. يعني هنا باش نمدوا برك اون فاسون المشاهدين كيفاش يحيوا اللوز اون بودر، كي نحطوا لي زاموند هكذاك اونتيير مع اللوز هكذاك اللي نقدروا نتحصلوا على اون بودر بلو فين. اوكي. باش ما يوليش سيت اون بات. عندنا دونك مزهر. شويه مزهر. فوالا، عندنا السكر بور لا ديكوراسيون، وعندنا ان سيرو اللي وجدناه ب 1 لتر ناخذو باغ اكزومبل، يعني نعطي لا روسيت هو ريتله تاع الماء مع 1 كيلو تاع السكر. هذا سيت ان سيرو يخرج لنا بزاف، دونك نقدروا نحضروها لافونس ونخلوه باسكو نسحقوه بور دوطخ ديسير. دونك كيلو تاع السكر ريتله تاع ماء باش تحصلوا على ان سيرو ما يجيش ثقيل وما يجيش بزاف خفيف، يجي ان سيرو مليح باش نعسلوا فيه التمر نتاعنا. لا لا، باش نديروا به لا بات داموند تاعنا. لا بات داموند. وهنا رايحين نستعملوا دونك دي كولورون، يعني هادو اللي يحب لي كولورون يقدر يستعمل، سينو اون بو سون باسي يعني. بون يزيدوا هكا بيان سور يعطوا دي كولور لهذوك لي دات فوغي. دونك هادو هما المكونات اللي نسحقوهم. اكزاكت. ما نسحقوش فيهم لا مارغارين ولا حاجه شي. نو نو، هنا هادو ما يجيو هكا خفيف. في هاد لو ديسير هذا نو، في لي دات فوغي ما نسحقوش ليدام. دونك لو ديسير نتاعنا اليوم بالتمر، ومن بعد نشوفوا الطريقه. هذو هما المكونات كما شفتوا، سهل ماهل لو ديسير نتاع اليوم. نروح نشوفوا نصر الدين، نبداو لونطخي نتاعنا لي فيغين او تخوا فروماج. لي هاد لي فيغين يتاكلوا باردين وخفاف، خاصة في شهر رمضان كما نعرفوا رمضان جانا في الصيف، دونك نحاولوا ناكلوا حاجات خفاف نبعدوا على لي صوص. انا نقي التمر نحيلو العظم. اه وي، دونك التمر حنا خيرناه هكذايا مازال ما نحيناهش العظم، دونك شاف نخليك تنقي التمر باش نبداو. نصر الدين نبداو حنا ان شاء الله بلي فيغي اللي عندي. نبداو نخلطوا الميلانج نتاعنا. نبداو نخلطوا الميلانج تاعنا رزيقه. هنا عندي 125 غرام تاع كريم فريش. واش ندير لها؟ كيما قلنا عندنا 3 دوز نتاع لا كريم فريش. نبداو ندير لها شويه تاع لا دوز الاولى، وندير لها زوج حتى ثلاثه تاع لي كورنيشون. كورنيشون انا درت زوج، كل ما تكثروش خاطر يجي شويه حامض. وعندي حبه تاع زيتون. هنا ندير لها شويه تاع فلفل الكحل، ما نديرش الملح خاطر الفرماج تاعي مالح ولي كورنيشون مالحين وزيتون مالح. عندي نبدا بالفرماج، لو فرماج روج اللي خيرناه. وانتوما كيما قلت احنا خيرنا هاد لو 3 فروماج النوع هذايا، انتوما اي نوع اللي حبيتو 3 فروماج نقدروا نديروهم تان ب 4 فروماج ب 5 فروماج. هاي تزيد الرزيقه، هاي تزيد 5 فروماج. عندنا هنايا ولا عندي بزاف فرماج في الدار نخلطهم كامل. ومن بعد كوليسترول الرزيقه، احنا درنا اليوم الروز باش نقصوا على الكوليسترول. انت راكي مره في قداش معليش. بعد نرحيوهم وبعد نميكسيهم كيف كيف. بعد نميكسيهم نكتفي. دونك بعد ما درنا بالخلاط نتاعنا لا جام جديده نتاع كوندور، كما شفتوا عندنا هذا الخلاط الشباب، انا خيرت هذا الحجم واللون على خاطر يوالم كامل اللي خيرت الادوات الكهرومنزليه تاع كوزينتي تاع كوندور. دونك عندنا هذا الخلاط وعندنا الميكسور وعندنا ثاني هذوما اللي نقدروا خاصة في هذا الشهر رمضان اللي نعصروا فيهم الفاكية، وعندنا هدايا اللي نقدروا نسخنوا فيه الماء، وعندنا انواع واشكال نتاع الادوات الكهرومنزليه نتاع كوندور، ولا جام نتاعهم بزاف بزاف شابه ومليحه وباسواب جد جد معقوله وجوده عاليه. مجموعه كوندور راهي هنا في تونس، مجموعه كوندور نقول لهم صحه رمضانكم. الاول الرزيقه نغرقوا عليه ونحطوه في لافورش. دونك بعد ما خلطنا الخليط نتاعنا لا كريم فريش والفروماج روج اللي قطعناه صغير، نروحوا لو ميلونج لو دوزيام ميلونج تاعنا لا ميم شوز، نحطوا نفس الطريقه لا كريم فريش. هنا عندي شويه تاع جوز طيب
لا كريم فريش ونروحو لو فرماج روكفور دوكا. روكفور نديرلو شويه تاع نوا د ميسكات، ما نديرلوش فلفل كحل. عندي ما نكثرش في الفرماج روكفور. نجيب لو بابي ورق وفاء. كما تعرفوا ورق وفاء اللي ديما حاضر معنا في كوزينتنا هكا اللي نستعملوه في كل بلاصه ما يخطيليش في الكوزينه. عندنا الوان واشكال نتاع ورق وفاء، عندنا البابي الومنيوم، البابي كويسون، البابي فيل، وعندنا هذه الاوراق اللي تلقاو كامل الالوان اللي توالم الكوزينه تاعكم ولا طاوله الفطور تاعكم ولا لافيسيل تاعكم. وعندنا تال ما نساوش لي بواط الومنيوم، كاين احجام. دونك نقولوا مجموعة وفاء نقول لهم يعطيكم الصحة وصحة رمضانكم. لازقة نعاود لكم. هنا درنا لا كريم فريش. عملت فرماج روكفور معدنوس والجوزة، ما درتش شوف الكحل، وعندي مغرفة صغيرة تاع القارص. باش نقصوا شوية على على خاطر لي فور شوية الروكفور. كيف كيف نديرو داخل لابوش. شاف وين انا مازال يعني نقي التمر. اها فوالا طريقة، ونحلو بيان لادات تاعنا، نحلوهم بيان على باش نقدروا نعمروهم بلا فارس تاع اللوز. سي بور سا اللي راني نخير دي دات اللي يكونوا شويه كبار. هادوك فهمت علاش قلت ما لازمش نخيروا التمر اللي يكون بزاف طايب، سينو يتحل وما نقدروش نعمروه لداخل. ما نقدروش ديجا يتعجن كوا. وانا نحب التمر اللي يكون المعسل طايب مليح. احنا رايحين فوكي على فارس لداخل، دونك يعطي لهم لا فارس هذيك تعطي لهم تعسلهم. فوالا اللي في هذاك. لو تخوازيام ميلونج نتاعنا تاع لونتخي، لي تخوا فروماج بعد ما درنا لي دو فروماج مازال لو ديرني فروماج. احنا عندي موتزاريلا نديرو كيف كيف. موتزاريلا واش ندير له؟ ندير له شويه نعناع يابس وشويه تاع الثوم. نروحوا للتمر نتاعنا، لو ميلونج بعد ما رحينا اللوز رحيناه مليح مليح بودر، رحيناه في لو ميكسور نتاعنا، لو ميكسور كوندور. تو افي، نزيد لو سكر غلاس. سكر غلاس. نخلط، نقدروا بيان سور نديروا هذا لو ميلونج بلي ما. يعني باليدين. نخلطوا باليد ونلموا لا فارس تاعنا باللو سيرو. لو سيرو ولو دو فلور دورونجي، كاين اللي يديروا اون بات داموند ا باز دو بلون دو، انا ما نحبش هذه الطريقه باسكو. قويه شويه نو. باسكو ديجا فيها بتي بو لودور تاع البيض اللي ماشي طايب، وون بو با لا كونسيرفي لونتون. ما نقدروش نخليوها الصلاحية تاعها تقعد بزاف. يتمسات رابيدمون، دونك نستعمل لو سيرو اللي نغليه بيان ويشد لي، ونقدر ما نحطها نخليها حتى الاموا في لو فريغو ما تفسدش. وكاين تان ناس اللي كيما تعرفوا في رمضان قبل يفطروا هكا التمر يعبيوه بلا مارغارين باغ اكزومبل، ويبداو يسحروا به ولا يبداو يفطروا به. سي بون شيف، دونك بعد ما خلطنا لي 3 ميلونج هذوما بالخلاط نتاعنا، الخلاط كوندور اللي خلط تمتم فاسيلمون وساهل حتى الشكل نتاعو بزاف شباب. بدلت الطبسي تاعي باسكو صغير. بينا حجم كبير باش نخلطو على عقلنا. اكزاكت. نلمو ندير اون فونتين. نحط ان بو سيرو، ما نحطوش كامل. هي نورمالمون 500 غرام دو بودر داموند مع 500 غرام دو سكر غلاس يطيحوا لنا ان فير، يعني ربع ريتلا تاع لو سيرو. انا جو بريفير ندير بالعقل باش ما تجينيش جاريه. لذلك معناها تجي لا فارس مش يابسه وما تجيش خفيفه. دوك نشوفوا حطيت لو فلور دورونجي ما زهر. ما زهر باش نعطيو هكا ريحه بنينه. نخلط. نصر الدين لي 3 فرماج تاعنا حاضرين، نخليهم يبردوا حوالي ربع ساعة ونروحوا حنا نجوزوا نبداو في لو بلا. نروحوا الطبق الرئيسي اللي هو كويرات بالفيونداشي مع الروز. هذا ما كاين ياك افيك صوص طومات.
رزيقه ديرهم في الفريجو. دونك لي 3 فرماج هذوما لازم يبردوا، نخليهم في الفريجيدير نتاعي. كما تعرفوا الفريجيدير نتاعي ما نستغناش عليه في كوزينتي، انا خيرت هذا الحجم الكبير وخيرت هذا اللون، نص هذا كامل كونجيلاتور كما شفتوا، والنص هذه فريجيدير. والحاجه اللي مليحه في الفريجيدير هذايا مش متلاصقين، معناها نقدر نحط جهه وحدها وجهه وحدها. دونك انا خيرت هذا اللون اللي والم كوزينه نتاعي وحجم كبير على خاطر كوزينتي كبيره، وانتم حجم اللي تحبوا واللون اللي تحبوا، ما عليكم غير تتجهوا لمجموعه كوندور. رزيقه عطيني شويه تاع لا مارغارينا. نعطيك شويه لا مارغارين. عندي نبدا بالشامبينيون. ولي شامبينيون تاعنا ولا هذا الطبق ما يجي بنين كان بلا مارغارين تاعنا العزيزه الغاليه اللي حضرت هذا العام في كوزينتنا هكا. هذا لا مارغارين معمره بلي فيتامين ا والدي والاو، وهذا الفيتامين حاجه اللي اهم فيها ما عندهاش كوليسترول. دونك حتى الناس اللي عندهم كوليسترول ما يقدروش ياكلوا لا مارغارين، تقدروا تاكلوا منها قد ما تحبوا، وتقدروا تستعملوها في فطور تاع الصباح وتطيبوا بها حاجات الملحه ولا الحاجات الحلوه. دونك لينا شحال بنينه كما شفتوا خفيفة، مش لازم تذوبوها. عندي غير فتاة. دونك ناخذوا كمية مارغارين كبيرة شوية من الشامبينيون. عندي شامبينيون، حبة تاع البصل. بصل غابي. زدت سحقت لي لانجيت. اه. لي لانجيت شاف عطيني عيشك. وي. دونك نخليك شاف تكمل. ندير له شوية مع البصل. ملح فلفل كحل. والفلفل الكحل مع الملح نقليه بيا، ندير له شويه قزبر مع شويه تاع معدنوس. كي يدبل لي الشامبينيون تاعي مليح، ندير له شويه ثوم ولا طوماط. لا طوماط رابينها، طوماط فخاش مش طوماطيش تاع بواطا، طوماط فخاش باش لاصوص تجي خفيفه وما تجيش فيها القروصيه تاع لا طوماط كونسير. نحاولوا خاصه في شهر رمضان نتفادوا بزاف الطوماطيش كونسونطري، نعرف خاوتنا التوانسه ما تساعدهمش هادي يحبوا طوماطيش. طوماطيش والهريسه، ما فيهاش الهريسه هادي؟ ما فيهاش الهريسه. وانا نحب الهريسه، كيفاش ندير شيف؟ ديري ديرها في الاخر في تمسي عندي الهريسه. عندنا قزبر ومعدنوس. دونك نزيدوا الكزبر والمعدنوس ونزيدوا نحطوهم في لي شامبينيون يتقلاو. نولي لا فارس شيف. دونك لا فارس تجينا هكذايا فوالا. نقدروا نزيدوا ان بو داموند ولا نقدروا نحطوا ان بو على خاطر ديجا تزيد تشرب معناها فوالا، ولا نلمها بان بو فارين. داكوغ، جوست باش هي دو بريفيرونس تكون شويه جاريه باش تكون خفيفة خير. فوالا باش ما تجيش. وتقدروا كيما قلت لكم في الفطور قبل ما تفطروا اللي ياكلوا الناس اللي يحبوا يبداوا بالتمر، دونك تاخذوا حبة تمر وتعمروها بشوية لا مارغارين لينا اللي هي مارغارين خفيفة وما عندهاش كوليسترول، دونك تعبيوا التمر تاعكم وتبداوا تفطروا به. فوالا نقسم. دونك باش نبداو نديرو الالوان هكا اكزاكتومون. دونك وحده نديرها باغ اكزومبل فيغ والاخرى نديرها روج. انا سي مون شوا، كل واحد يدير اللون اللي يحب. اللون اللي يحب. رزيقه ديري لي شويه رزيقه. استنى دقيقه نصر الدين. نبداو احنا خيرنا لو فيغ. شويه برك سي بون. تزيد لك شويه. سي بون. نصر الدين. تقلعنا مليح الشامبينيون مع البصل، الحشيش، القزبر والمعدنوس، فلفل كحل والملح، ندير جوج حبات تاع طوماطيش. دخلنا كرمينا زوج حبات طوماطيش ومن بعد نمرقوا بالماء ولا لا؟ نمرقوا بشويه ما. اكيد نمرقوا بشويه الماء، والماء نمرقوا كان بالماء السخون كما شفتوا كوندور خمم عليكم. دونك عندنا السخان نتاع الماء، مش لازم تستناو كسرونه باش يسخن الماء. دونك نتوما طيبوا وتحطوه تمتم يسخن، وشفتوا الشكل نتاعو شباب واللون والحجم اللي تحبوه اللي هو الكوزينه تاعكم، ما عليكم غير تتجهوا مجموعه كوندور. هنا دونك انا كولوري لا بات تاعنا.
ما كثرناش نو اه نزيدو ديروا لو روج ديروا لو روج شحال بنينه ريحه سي با باش نبداو لاصوص راهي طيب شامبينيون مع لا طوماط والبصل ندير الكويرات ان شاء الله عندنا هنايا قدره وكسكاس رايحين يتفوروا يتفور عندي هنا ما من تحته واش ندير له ندير له طرونشه تاع القارص داخل الماء داخل الماء علاش باش يتقتل لي كامل الكرا تاع اللحم ها دونك نرميو شويه قارص داخل الماء ونحطوا الكسكاس بيان سور فوق لو فورنو تاعي لو فورنو تاعي كيما شفتوا انا خيرت هذا الحجم تاع كوندور كبير تعرفوا علاش على خاطر نقدروا باش نطيبوا بزاف حاجات او ميم طون خيرت هذا اللون والحجم وانتم الحجم واللون اللي يعجبكم تقدروا تتجهوا لمجموعه كوندور وتخيروا واش حبيتوا باسوام جد جد معقوله انا عندي 300 غرام قلنا تاع اللحم مرحي حبه بصل صغيره مغرفه تاع ثوم مغرفه تاع ثوم مغرفه تاع شابلور نخليه لهم بعد نسحقوا عندي شويه تاع معدنوس مش معدنوس هذا شويه تاع نعناع يابس خلاص اليوم لزيقة هذا وين بدينا شاف هذا وين بدينا خلاص خلاص شاف ولا عييت رحت ترقد شويه وانا حنكمل لا لا معليش لزيقة لا لا بيني كيفاش حنكمل ساهلين نخلط كلش شكوتيك البابين عطتليش لا ما شاف ولا راح نخرجهم بيان لا لا حاجه جنون دو با شفت ها صوفيان عطاني لا هاي خلاص عندنا هنايا معدنوس شويه تاع معدنوس معدنوس ونخلطوا كاع لو ميلونج نديروا حبه تاع البيض لداخل حبه تاع بيض باش نلموا لا فارس فوالا بعد ما شاف سفيان رانا شفنا حضرنا قسمنا اللوز نتاعنا عملنا واحد خضر واحد روج دونك نسحق شويه زيت نسحقوا الزيت الزيت انا ما نستعمل في كوزينتي كان زيت لينور زيت لينور اللي حضرت معنا في كوزينتنا هكا هذا العام نقول لهم يعطيكم الصحه ومرحبا بكم زيت هذه بزاف بزاف خفيفه ومعمره بالفيتامين او هذا الزيت تقدروا تلقاوها ريتلا وتلقاو زوج ريتلات وتلقاو خمس ريتلات هذا الزيت هي مجموعه بوليبوس هذه الشركه هذه موجوده عين مليله منذ 10 سنين وهذه الشركه راح تصدر المنتوج نتاعها لبرا وقريب هذا المنتوج باش يكون في تونس دونك هذه الشركه عندها زيت لينا وعندها لا مارغارين لينا وعندها لا مارغارين هنا دونك نبداو نحطوا شويه زيت نحطوا شويه تاع الزيت في البول هنا عندي ناسيت هذا فوالا نوجد اون فورشيت ندير زيت دومي ما حد ديال مسمن شاف لا لا رايح ندير كارتني في المسمن كي نبداو هكا نديرو الزيت ونحلو لاباط دونك نصر الدين يجري ما يستنانيش نشوف كيفاش وحدو تمتم عمر لي بولات درت وحده غير زيقه هنا درنا لي بوله تاعنا حوالي 60 غرام يعني كل واحد على حساب الكبر عندي قدره يطفون لي ندير شويه تاع الزيت على زيقه اكيد كما قلت زيت لينا نسحقوها برسك في كامل الاطباق تفضلي حطوا شويه زيت في الكسكاس قبل ما نحطوا لي بوله تاعنا نرمدها في الروز اللي كنا درتهم بزاف كبار شيف هكذا يجوا لزيقه ونحطهم دونك لازم ناكدوا نقولوا الروز لازم يكون ماشي طايب بزاف ماشي طايب كامل ماشي مخبرك في الماء لزيقه هذا ما كان مش على خاطر راح يتفور معناها راح يطيب يعطيك صحه به باللحم على قولتك صحي ما فهنين لاصوص ني والو هذا البلان رزيقه وكي نديرهم في الكسكاس يعني ما نلصقهمش خاطر على بالكم باللي يتنفخوا شويه كي يطيب الروز دونك لي بولات يعاودوا يوليو الحجم تاعهم كبير وتقدروا ديروا حجم صغير ماشي كبير بزاف مي شويه يتنفخ الروز رزيقه دونك كيما شفتوا طريقه سهله طبق نتاعنا بزاف خفيف وما فيهش لا مرقه لا صوص حمراء لونطري نتاعنا مازال هذه كنخليوهم بعد كي نكملوا الطبق الرئيسي على خاطر خلينا لي 3 فرماج يبردوا شويه في الفريجيدير
لا الفرماج شد شويه روحو كيبرد. انا هنا عندي ما رانا رايحين نزيدو حتى حاجه ياك، جوست لو فرماج مع لا كريم فريش وشويه هكا لي زيبيس اللي حطيناهم. ولونطخي تاعنا كيما شفتو تمتم حضرت هنا لزقه. دونك باش نبداو شيف عطيني شويه تاع زيت هذايا، شويه زيت زيت نتاعنا لينور لا بروف كيما شفتو اليوم لي شيف استعملوها في كاع الحاجات اللي طيبوها. صح فوالا تبعوا مليح. هنا الديكور هذايا ندهن بلو بينسو. حطوا شويه زيت باش تلصق لا شابلور في لي فيرين هكا. يعطيك الصحه هكا هاو هكا هاو هكا هاو. دونك بعد ما كملنا لا فارس اللي درناها روج، دوكا نروحوا لا فارس اللي درناها بون هي فير وشويه صفراء. اون فا فير لا ميم شوز شيف. اكزاكت راح ندير لا ميم شوز. مازالك تمر لي نحيت سي بون. وي الطبقه الاولى هي الطبقه تاع اللي درنا من فروماج لو فروماج روج. روج حنا خليناهم هكذاك مرصوبات شوفوا. نسخو عندي شويه تاع الروز. دونك نبداو بلا كوش الاولى الفروماج روج بلا كريم فريش، ومن بعد الطبقه الثانيه نديرو شويه الروز اللي قلنا فورناه ما لازمش يكون طايب بزاف على خاطر سينون تخي لازم الروز يكون خفيف. كي تفوروه ومن بعد تدهنوه بشويه لا مارغارين لينا ولا زيت لينور. ومن بعد ما حطينا الروز ندولها شويه تاع معدنوس. مقلقه راهي رزيقه مازال الحال رزيقه. عندنا شويه تاع معدنوس في الوسط وعندنا شويه تاع القرص. ما يحبش اللي يمس الاطباق نتاعو كي بدا يطيب. عندنا شويه تاع القرص فوق هكذايا ونحطوا الدوزيام كوش تاع لو فرماج هذا روكفور نو؟ درتي روكفور هنايا ولا موتزاريلا؟ لا لا مش روكفور هذا موتزاريلا. فوالا تفضل يعطيك الصحة رزقة. أنا ما نوز يعني ما نخليهمش كيما لي فيغين تاع الرزيقة اللي حنديرهم في لي سكري ولا نخليهم براحتهم هكذا. نزيد لهم شوية تاع الروز. الروز لا ميم شوز نديرو شوية قارص وشوية معدنوس شوية قارص ونكملو لو فروماج لو تخوازيام فروماج اللي هو روكفور. نخليوه من الفوق معناها خليتنا روكفور من الفوق باش تشوف ندوخو غير ندوخو. نخليك شاف تكمل فروماج روكفور اللي خليناه في الاخر. شاف التمر نتاعنا بعد ما درنا لي دو كولور هذوما اللي يعطيو هكا شكل شباب، وانتم تقدروا تخيروا اللون اللي تحبوه ولا حبيتوا تخليوه هكا ما ديروش لي كولور. خليوه هذا سان ديسير تانيت اللي نقدروا اون بور غلاسي وشوكولا يعني نخليهم في فريجيدير يبردوا بيان ندوبوا شوكولا نوا ولا شوكولا ولي ونحطوهم ونغطسوهم هكا بشوكولا. اكزاكتومون هادو يجيو تاني لا بروشين فوا. انا خيرت لا ميثود كلاسيك. دونك تقدروا تزيدوا تذوبوا شوكولا وتزيدوا تحطوهم داخل الشوكولا يجيو تان بنان شاف. بون ايدي يا قتلو كليتي اي سلمى كاسك كليتهم ديجا هذوما على الزقه يفتقوا. انا تعلمت يمكن كلمه جديده خاوت لا توانسه يفتقوا. كل مره يعلموا لك حاجه يتعلم برشا حاجات ومام طا وانت مش حاجه. شاف سفيان وانت مش تعلمت برشا برشا كعوة يزي على ساقة. شوفيك شنو عم يفولو دونك رازقة. دونك واش درت شيف؟ عمرنا عطيت لهم شكل هكا ديفيرون على هذوما بالفرشيطة ياك لا فورشيت نحطوهم في السكر ونديروا لهم هكا اون امبخانت بلا فورشيت.
كما شفتوا ريبولات الرز لازم تشوفوا حتى يطيب الرز هكا شاف حاو طابلنا شوفوكش تتبدل نخلوها تبرد ونشوفوها في طبق بعد ما نحوهم نستناو شويه حتى يبردوا ومن بعد نشوفوا الدغيساج نتاعهم الطبق الرئيسي نتاعنا راهو حاضر مازال ما كملناش الدغيساج نتاعو اكيد باش نزيدوا معاها لاصوص وشاف راح يزيد يبدل شويه بعد ما حطينا في السكر عادي التمر نتاعنا دوك راح نغطسوهم في لو كاكاو لو كاكاو درت في خاطرك قلت لك حبيت نجرب تاع الشوكولا يعطيك الصحه ميرسي بوكو يسلمك فيك سي ان جاتو لي يجي سكري بزاف هنا نكسروا له هذاك السكر نكسروا شويه السكر بالمروريه نتاع لو كاكاو وي شوف احنا كي قطعناه شو طايب والروز طايب سور شيف 40 دقيقه حنا نطيبو الشهي يا الريو ما زالت نادي غثف ورتكوك قروي ولا تعديت سنات الشهي يا الريو ما زالت نادي غثف ورتكوك قروي ولا تعديت سنات انكي قلن دلفاهم تيلن مدن يسي دورو على ذا دار وش مش على غلام بتخسي انكي قلن دلفاهم تيلن مدن يسي دورو على ذا دار وش مش على غلام بتخسي الشهيكي يرغي وما زالت نابي غتفف ورتكوك قروي ولا تعديت سنات سنات الشهيكي يرغي وما زالت نابي غتفف ورتكوك قروي لا تعديت سنات سنات سنين ثلاثة تسعة الفاهم الفنان الكبير سنيني الزلف لك ذنب قران سيقي سيد كوزين تنعيك عكليني أي ما صحة رمضاني نحب هذه الغنية تاع بكري سمغطل لزني وقعدت ديما وهاد الغنية يعطوها مثل تاني تكنت المثل تكنت المثل اكزاكتو شهيدة الرأي وتعديت سنات سنات إن شاء الله هذه تعديها للخير إن شاء الله إن شاء الله تعدي تتزلى تري بيان برافو شيف طبق رئيسي نتاعنا بزاف شباب وبنين وكما شفتوا اكيد خفيف وصحي وما فيهش بزاف خلطه والجلطه وطوماطيش وهكا ها مفور يجي برسك ناشف ناشف مفور ولا حبيتوا اللي يحب لاصوص يكثر شويه من لاصوص احنا خلينا هاد الكوتي ومن بعد نزيد شويه من لاصوص تري بيان بيان سور القارص نعصر القارص والشيف راه ينوع في الالوان درنا ان ميلونج تاع لو فير لو روج مع الكاكاو اكزاكتومون باش يجينا طبق رئيسي هاوليك اللي هو شيف كويرات اللحم بالروز المفور وعندنا درنا كومباني مع شويه تاع لاصوص شغل رايحه للشامبينيون وعندنا لي فيلين تروا فرماج هاوليك ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم تخي بيان يعطيك الصحة شيف وأكيد لو ديسير اللي كيما نعرفوا لي دات نتاعنا التمر محشين باللوز ولا بالجوز أنتم أي حاجة عندكم تقدروا تعمروهم شافيه مش لازم باللوز هي يمشي باللوز باللوز باكونت نقدروا نحطوا أوتر شوز من الفوق اللي هو باغ اكزومبل كيما قلت لك مقبل لو شوكولا فوندو باغ اكزومبل ولا سكر غلاس بصح من الداخل سي اون بات داموند لو ديسير نتاعنا كيما شفتوا خفيف والتمر نستعملوه بزاف في شهر رمضان يعطيك الصحه شيف ناكلوهم في السهر مع لاتاي يجيو بيان ونزيدو ناكلوهم في السحور ثاني سورتو وي في السحور ان شاء الله عجبتكم حلقه اليوم من كوزينتنا هكا نقولوا للشيف يعطيكم صحه برافو وانا ما بقى لي كنقول لكم يعطيكم صحه كي قعدتوا معنا صحه فطوركم صحه شربتكم صحه الفطور نون الكوزينتنا هكا كي قناه نسمه تي في صحه فطوركم